معانا كابتن ربيع ياسين على التليفون. اهلا بيك يا كابتن وشرفنا. اصحى محمد اشرف، كابتن ربيع جالك. اصحى خد بس يا كابتن ربيع، عمل كده بالظبط، خد نفس عميق. محمد اشرف كابتن، اهلا بيك يا كابتن محمد اشرف. اهلا بيك كابتن حمد. بعمل زي الدكتور يا كابتن ربيع، زي ما الدكتور بيعمل لنا. نعم زي الدكتور ما بيقول لنا وكده، فانا بعمل زيه. لا اصحى محمد اشرف، نفسي مش دلوقتي، باجي ميعاد النوم ان شاء الله. كابتن ربيع منورنا. برحب بحضرتك. منور يا كابتن هاني، منور. اهلا بيك، منورين الدنيا طبعا. منورنا حبيبي دايما. انا عايز اعرف من حضرتك في الاول القضيه المثاره حوالين اللاعب رامز حفظ الله، وايه اللي حصل؟ يعني الناس عايزه تعرف اكتر ايه اللي حصل في كواليس الموضوع ده يا كابتن ربيع. لا هو الموضوع طبعا يعني زي اي موضوع، احنا لما حد بيبعت لنا عاوز يتشاف بنبعت من الاتحاد فاكس رسم قلم. طبعا انا اي حد بيتصل بيقول انا محترف في الخارج، انا جبت حوالي 18 19 20 لاعب محترف من بره، من خارج مصر، عارفين واخد حياتك. فاي حد بيقول انا محترف وعاوز اقول له اتفضل تعالى احنا، بس ده دور الفني يعني، بيجي طبعا ولازم اشوفه لان ده منتخب مصر. طبعا حضرتك يفضل بقى بلد عن بلد، دي حاجه ترجع له هو. احنا بفضل الله تعالى ما عندناش مشكله، اللي علينا عملناه ونص، واخد حياتك. زي ما كنت انا عندكم ووعدت واتكلمت مع الاخ مظهر قلت له اتفضل بلال يجي، حاضر امبارح يا كابتن هاني، اتمرن معايا تمرينتين بالظبط عشان ما اكونش مبالغ يعني، وماتش لعبته في ماتش، انا عندي كان عندي ماتش امبارح تكريم مع فريق بتروجيت لعبته شو عشان اشوفه وادي له حقه ما ظلموش. ليه؟ لان انا احب اي حد بشوفه ده عشان معاه برضه يبقى عملت اللي عليا، وده منتخب اسمه منتخب مصر. من واجبي يا كابتن هاني ان انا اشوفه ما ملش، اكون صبور جدا واوصل حاجه مزلوط. اللي اتشرف بيها، لان دي نتائج يا كابتن، ودي اداء ودي مسؤوليه وحقيقه. اللي شايفني مش اتحاد الكوره، اللي شايفني ربنا سبحانه وتعالى. ده حقيقي. وبقى اي كلام حضرتك في جزئيه ان كمان المدير التنفيذي للنادي الانجليزي اكد ان هو اللاعب اختار المنتخب المغربي، وحضرتك يمكن ياما اتكلمت ان في لعيبه محترفه وحضرتك بتتابعهم بشكل كبير جدا، لكن يعني خلينا نخرج من الموضوع ده لان حضرتك اكيد عارف مصلحه المنتخب بشكل او باخر، ونتكلم عن ولادنا الموجودين دلوقتي لان كمان في قصه ثانيه بالنسبه للولاد بتوع وادي دجله. لكن نتكلم الاول على استعدادات حضرتك للمهمه الصعبه جدا خلال الفتره اللي جايه للتصفيات المؤهله لامم افريقيا، ونتكلم على نجومنا وخاصه ان محمد اشرف كمان باك شمال يعني. بص يا كابتن، انا طبعا حجم الشغل كتير جدا، احنا بنشتغل طول ما انا موجود في معسكر، مسؤول عن منتخب، مسؤول عن جيل يا كابتن هاني، بشتغل. صحيح. انا كل يوم الشغل، هم اللي عندك يقولوا لك كل يوم الشغل. والله يا كابتن قالوا في الهوا وقالوا بره الهوا، والله بيقولوا كلام كبير جدا. والله هو حضرتك يا استاذ دي امانه، وده بلدي وده وطني، ما ينفعش ما اكونش طبعا عند حسن الظن ان شاء الله، وفي نفس الوقت اخذ بكل الاسباب. انا لعيب سابق دولي وفي نفس الوقت مدرب، كان عندي تجربتين مع منتخبين قبل كده. صحيح. اقصد شغل المنتخبات معروف، خاصه مع الاولاد، والاولاد دول خامات طيبه. مصر مليانه بالنجوم. صح. مصر مليانه بالمواهب. صحيح. النجمين اللي قدامكم دول نجمين كبار جدا جدا جدا، محمد اشرف باك ليفت ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله المنتظر، وحمزه علاء حارس مرمى كبير وهيبقى كبير ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. مستقبل. لازم الشغل معاهم يا كابتن هاني، وانت راجل كابتن واستاذ ومدرب قدير، لازم تعرف ان حجم الشغل يبقى كتير معاهم 24 ساعه دول قدام عينيا. ليه؟ لان هم في الوقت ده العلم مع الخبرات مع المحاضرات مع الشغل معاه هو اللي هيثقلهم يا كابتن هاني، فانا بقول معاهم لان ده الوقت الشغل، وقت الاساس. ده الوقت الذي بيتاسس فيه اللاعب فعلا مع المنتخبات. فالمقصود يا كابتن انا بشتغل معاهم، ودول اولادي ودي بلدي، واخد حياتك. ما كنتش هموت نفسي عشان بلدي وعشان اولاد امانه معايا، اشتغل مع مين؟ فده جيل كويس وجيل مبشر، بس لازم يشتغلوا معايا ولازم يساعدوني ولازم يدعموني كويس قوي بالطاعه، لان انا احب الشغل كتير، وفي نفس الوقت عارف ان يا كابتن يعني البطوله قويه جدا جدا طبعا، جدا مظبوط، منتخبات على اعلى مستوى. صحيح. فلازم نستعد وناخد بكل الاسباب، والله المستعان والخير ان شاء الله. التوفيق دايما عند ربنا. كابتن ربيع يعني احنا سمعنا برضو يعني يمكن قرار لاستبعادك اتنين لعيبه من فريق وادي دجله من صفوف منتخب الشباب، كلمنا عن الموضوع دوت، يعني هل فعلا قرار استبعادك ده تم يعني خلاص يعني؟
خلاص طبعا. وبص حضرتك، مفيش حد عندي في هذا المنتخب اكبر من النظام. النظام في ايه؟ النظام في التمرين، النظام في المواعيد، النظام في النوم، النظام في المحاضرات، النظام النظام. اي حد بيخرج عن النظام يا استاذ صعب جدا يبقى معايا. ليه؟ لان احنا بنشتغل عشان نوصل لحاجه كويسه، كلنا بنشتغل. فاللي اقصده الولد شايف حجم الشغل اللي بتعب فيه المدير الفني او المدرب اللي معاه او الاداري اللي معاه. الولد بيقعد حضرتك في فندق على حساب البلد، على حساب الوطن، على حساب الدوله، ما ينفعش. لازم كل ده يبقى نعمه عظيمه يصونها. طب معلش يا كابتن ربيع، في نقطه، في نقطه كابتن، في نقطه بس معلش هنا صغيره. هو اتقال ان هم استاذنوا فعلا من المدير الاداري والمدير ما بلغش هو حضرتك يا كابتن ربيع. هل ده اللي حصل فعلا، ان هم استاذنوا علشان يعني يروحوا مشوار ويرجعوا تاني والمدير الاداري هو اللي ما بلغش حضرتك؟ بص يا استاذه، اللي مسؤول عن هذا المنتخب هو واحد بس اسمه ربيع، ولا اداري ولا مدرب ولا اي حد. المسؤول مع ليه بقى؟ عشان انا بنسق وبنظم. يطلبني الكابتن سيد الحفيظ انسق معاه، يطلبني الكابتن بتاع دجله لا انسق معاه، يطلبني الكابتن بتاع الاتحاد السكني انسق. انا بنظم وبنسق عشان عارف المصلحه فين، وباخد وزني مع المدربين وامتى ابعته له وامتى ما ابعتهوش. وده حصل فعلا مع الاثنين بتوع دجله قبل كده حضرتك. طب حضرتك اللي اقصده ان التنسيق معايا انا، انا اعرف امتى ابعته، انما ولد يخرج وانا نايم عشان بستعد للتمرين الساعه 6 الصبح وما يستاذنش مني وافاجئ، ما ينفعش. هو طبعا ولد صغير محتاج ان احنا لكن انا عارفه انه قرار تربوي في المقام الاول، وانا عارفه شخصيتك وعارفه ضميرك وعارفه بتشتغل ازاي، فانا عارفه انه ده. بس احنا بنوضح الصوره بس يا كابتن ربيع، لكن انا 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 دايما وحضرتك من ايام ما كنت بلعب مع حضرتك والالتزام هو يعني هو سبق هو سمع. هو يعني البيز والاساس بتاع اي نجاح، التزامك في مواعيدك، التزامك في شغلك، التزامك في اكلك، في شربك، في تدريبك. اعتقد ان يعني احنا اتعلمنا الكلام ده منك كابتن ربيع، وانت بتنقله لاجيال محتاجه، خاصه في يعني في العشر سنين اللي فاتوا محتاجين هذا، ان هيرجع تاني الالتزام والانتظام بشكل معين. لكن طبعا يعني خلينا نخرج من القصة دي شوية كمان، لأن عايزين نتكلم كمان على المهم، نتكلم على إن شاء الله السفر، محضر للسفر إزاي، القايمة حضرتك هتحطها إمتى، نتكلم على الأمور اللي إن شاء الله تخص التصفيات اللي إن شاء الله بإذن الله تأهلنا للبطولة اللي حضرتك كمان يعني شرفت مصر بالحصول عليها قبل كده. طبعا يا كابتن بنعمل اللي علينا والله المستعان. طبعا ان شاء الله ده الاسبوع رقم 13 اللي هيبتدي من بكره بمشيئه الله. عندي انا حاطط البرنامج الاخير، حاطط فيه سبع مباريات ما بين الدوري الممتاز والممتاز به. سبع مباريات يا كابتن بعمل مع الممتاز به. فانا لعبت ماتش امبارح اهو مع من اول ماتش السبعه، مع اخر ماتش عندي ان شاء الله 4/12 مشيئه الله تعالى ان شاء الله. فكان اول مباراه امبارح مع فريق بتروجيت، واخد حياتك، وان شاء الله يوم الاثنين الاسبوع ده عندي ماتشين، ماتش يوم الاثنين مع فريق المستقبل وماتش الجمعه مع منتخب السويس في السويس. صحتك، فده الاسبوع ده كله انا قافله ان شاء الله عشان نقدر نعالج سلبياتنا وناكد ايجابياتنا ونشتغل مع الاولاد في الاسبوع باذن الله في المحاضرات يا كابتن هاني. اكيد في التحفيز وفي السلبيات والايجابيات والشخصيه وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، دول كله لازم نتكلم ولازم نتفرجوا عليهم ونعرفهم احنا هنلعب وما هم شافوه. لكن لازم يا كابتن هاني نشتغل الشغل بقى ان شاء الله، شغل ايه؟ بدايه ان شاء الله القرب الى المنافسه القويه جدا. فان شاء الله نشتغل يا كابتن وربنا يكرمنا ويا رب يكون عندنا جيل ان شاء الله جيل كده كبير بنتائجه وبادائه، وهم بيتعبوا الاولاد معايا طبعا وبيساعدوني كتير جدا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجيب الخير ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. واكيد نظره حضرتك طبعا يا كابتن ربيع الثاقبه، عايزاك تقول لي في خلال 10 سنين مين من النجوم اللي معانا النهارده يعني او اللي في المنتخب تتنبأ له بمستقبل يعني نفكرهم بيه ان شاء الله؟ لو كان لنا طبعا. بص يا كابتن هاني انا اقول لك النجوم امتى ان شاء الله، اقول لحياتك النجوم امتى؟ لما نرجع من تونس يكون لعبنا مباريات رسميه ويقدر اللعيب يكون قدم وادى، اقدر اقول لك. انما دي كلها ماتشات وديه ما ينفعش. بعد الرسمي اقدر اقول لحضرتك مين اللي هيبقى نجوم ان شاء الله تعالى ومين اللي ان
الرد ده حافز ليكوا انتوا. انا بايدك طبعا يا كابتن ربيع في النقطه ديت، لان كابتن ربيع بيتكلم على نقطه احنا مش عايزين من بدري نقول مين النجوم، لان هو بيحضر يا كابتن هاني. لكن في ناس بتاخد معلش التحفيز ده بتاخده بشكل اخر. انا فاهم الكابتن ربيع كويس قوي في النقطه دي، انك لغايه دلوقتي احنا ما عملناش حاجه. اعتقد الكلام ده بيقوله الكابتن ربيع، لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه. بص انا عايز اقول حاجه يا كابتن. اتفضل يا كابتن. كابتن ياسر سامر عايز اقول حاجه. اتفضل. هو اللعيبه دي اللي عندنا، ما اللي قدامك دول يا كابتن هاني اشرف وحمزه لعبوا دوري ممتاز، وعندنا حوالي 35 لعيب لعب دوري ممتاز، بس لازم ينسوا الدوري الممتاز ونروح بفضل الله تعالى واحنا لسه لعيبه. ليه؟ انا مش عاوز يا كابتن هاني، انت عارف قصه اللاعب طبعا وقصه انه ممكن واخد بالك ينسى حاجات كثيره جدا، انما ده جيل مبشر، ده جيل مبشر ان شاء الله كل شيء. ان شاء الله. بس اهم شيء يا كابتن هاني ان شاء الله ننفذ في ايه؟ في الرسم بمشيئه الله. مظبوط مظبوط. ان شاء الله ربنا يوفقكم. ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن حضرتك وعند حسن ظن بلدهم في الاول وفي الاخر.